طب عايز اسالك تحديدا على متيابة واسالك كمان على احمد حمدي. انطباعات المبدئيه على متيابة واحمد حمدي ان احمد حمدي مش جاهز بدنيا. احنا لما شفنا عبد الله وناصر، عبد الله متوقعين بيلعب بشكل كبير، ناصر كنا شايفينه انه ايه عطلان شويه في فيوتشر، نزل 24 دقيقه خلى جمهور الزمالك يقول هو ناصر ما بداش اللقاء ليه؟ ظهر ان هو جاهز. احمد حمدي النهارده خلى جمهور الزمالك يقول لا لسه مش جاهز. البدني يعني احمد حمدي اظهر ان هو بيتحرك كويس وعنده الاسكان كويس ولعيب خط الوسط اللي بيبان كويس، ولكن لا الفتره اللي قعدها من غير لعب ولان الموسم في كندا مختلف عن الموسم المصري، لا احمد حمدي من اللعيبه اللي لسه مش هتلاقي ان هو مثلا يخش على طول، تحس ان مثلا عبد الله وناصر ماهر جاهزين للدخول في اجواء الفرق. متيابة عمل حاجتين يعتبروا كريم مختلفين تماما. اول حاجه والزمالك معاه الكوره، متيابة عنده حته جميله قوي الكوره وهي جايه تحس ان هو عارف وهيعمل بيها ايه. أيوة. وهي جايه له كنت بشوفها دي من لعيبه قويه قوي، وحتى بشوفها ساعات يعني الميزه دي ممكن تكون موجوده في لعيب قوي قوي زي كابتن حازم امام، زي ساسي، زي حسام غالي. طبعا مش متابع مش نفس القماشه، بس هي موجوده في فيهم الحته دي بلس مزايا تانية. كنت بشوف مثلا في معروف يوسف، معروف يوسف ما يتحطش في التصنيف الكبير زي حازم وساسي وحسام غالي والناس اللي بتبقى محضره دي، بس معروف مثلا كان بيمتلك النقطه دي، لقى الكوره جايه له عارف وهيعمل بيها ايه، الفيرست تاتش عنده كويس. متيابة اظهر اللي كان بيظهره معروف يوسف من ان الكوره جايه له عارف هيعمل بيها ايه، لكن اظهر برضو حته هو مركزه ايه. احنا كنا بنشوف مقتنعين كده من ستايل الجسم ده ان ده جناح، متيابة اظهر النهارده ان هو مش جناح، بيلعب كويس في قلب الملعب. بس هل العامل البدني وبالطول ده بالقوه دي في الاحتكاكات هيساعده في لقاءات اشرس انه يلعب فيه وسط ده؟ هو متيابة اللي عنده الاجابه دي، هيقدر يستخدم مهارته وذكائه عشان يهرب من الصراعات، لان متيابة والكره مش مع الزمالك كانت لقطاته الدفاعيه يعني غريبه، راجل بيحاول يمد رجله مفيش، ما البدني مش مساعد خالص. فهل انت تقدر تستخدم لاعب بيبقى جاد والكوره معاك انما مشاركته الدفاعيه مجرد ان هو تحس ان هو بينكش في حلو بينكش ما هو ما يقدرش على اكتر من كده، ما يقدرش يلتحم، ما يقدرش بقوه. فهل الولد برضه عشان هو 18 سنه لسه في مساحه من التطور البدني وينشف شويه؟ ده الاجابه. لكن هو عنده كوره، لا عنده كوره يعني الانطباعات عنده في ماتش الناشئين بين حاجه، النهارده لا مبين افضل. صحيح. يعني هو الولد عنده رؤيه وعنده الكوره وعنده القرار وعنده ترنات مميزه قوي، ولكن زي ما قلنا العامل البدني مهم جدا جدا في اللعيبه اللي بتلعب في خط الوسط، هو الوحيد اللي هيبقى عنده الاجابه دي. حمدي محتاج شغل كتير بدني على المستوى. صح. ده